وعلى بركة الله غنبداو أولى فقرتنا مستمعينا فقرة التغذية رفقة ضيفتي الدكتورة الباحثة في مجال التغذية أسماء زريول. صباح الخير. صباح النور حليمة. صباح النور الجميع. صباح النور أسماء، سعداء بتجديد تواصلنا معك، نتمنى إن شاء الله تكون أمورك كلها طيبة. شكرا لك حليمة وشكرا للجميع. مرحبا. لا أسماء، هذا الأسبوع غادي نخصو الأطفال، غادي نتكلموا بزاف على الطفل وعلى التغذية الخاصة بالأطفال. غادي نبداو أسبوعنا بالحديث حول بعض الوجبات الصحية أو بعض الأفكار اللي ممكن نفيدوا بها الأمهات، خصوصا الوليدات اللي كيدوزوا النهار كامل في المدرسة أسماء. فاحنا تنعرفوا بأن الطفل شي شوية تيتشرط، ما تيبغيش ياكل أي حاجة، وفي نفس الوقت اليوم يعني كاين مجموعة ديال الاقتراحات اللي ممكن الأمهات يعتمدوا عليها، وبالتالي تكون واحد التغذية اللي هي صحية ومتوازنة وتروق الأطفال كذلك. واه اختي حليمة، راه هذا هو صعبة. قولي باش نجمعوا هذا الشيء كامل. صعب شويه. نعطيو الاطفال حاجه صحيه وهذا، وفي نفس الوقت ترك الاطفال، لان الاطفال غالبا الى صافي كانوا ولفوا واحد النمط ديال الغذاء اللي فيه اشياء لذيذه، فهمو كيولي كيوليو يقلبوا على هذاك الشيء اللي لذيذ اكثر. مهما الام حاولت، مهما الام بدعات تماما بدعات وحاولت انها في المنزل تحط هذوك الوجبات، هي ماشي خطا، هي غادي تكون طيبه مزيان، غادي تكون محضرات مزيان، ولكن لاننا مشينا بالتذوق ديال الطفل الما هو ابعد من هذا، فكيولي الطفل ما كيستجبش انه ياكل هذاك الشيء اللي كتحضر ليه. وبزاف ديال الامهات مثلا كتدي الابن ديالها لاش بوكس ديالو، تدي الماكل خصو يرجعو كما هو، ولا تيفرقوا على صحابو وتجلس بجوع، ولا تياخذ من صحابو داك الشيء ديالهم. حنا ما نيأسوش، نحاولوا واخا هكاك، نحاولوا واخا هكاك نعطيو يعني بعد يعني الافكار ربما اللي تقدري تقترحيها. غير واحد المساله، حنا غدا ان شاء الله اسماء غادي نتكلموا على هذه السله ديال الوجبات من ناحيه عاوتاني ديال الوقايه، يعني كيفاش الام تعتني بهذه السله ديال الوجبات ديال الاطفال من ناحيه ديال التخزين ديال التغذية. فغدا ان شاء الله غنتكلموا على هذا الشق، اليوم غنتكلموا غير على شنو ممكن نديروا في هذه السليله نديروها. نعم، هو اللي كاين نسوا شنو ممكن نديروا. غادي نكلمو نديروا بزاف ديال المكونات وكلها صحيه، ولكن قبل ما نحطوها خاصنا هذاك الطفل يكون بقلو وذاقها، بقلو تعرف عليها ذاقها. مثلا غنديروا له شويه ديال الرز خضيره، غادي نحطوا له هذاك الرز ونحطوا له ديك الخضره قبل، نحاولوا نولفوا له انه ياكلها في المنزل ونتعرف عليها ونعطيوها له من يكون جوع، في جوع صح يقدر ياكلها. عاد من بعد نبداو نضيفوها ليه ونديوها يديها معاه في لانش بوك. يعني خاص اساسا التغذيه في المنزل، حنا باش نمشيو من النقطه ديال الانطلاقه، خاص اساسا الطفل يكون معتاد على هذه النوعيه من الوجبات الصحيه في المنزل باش يقدر يعني يتقبلها. نعم وياكلها، لان راه ما يمكنش الطفل مثلا كل وجباته هي فاست فود وما تياكلش هذاك المكونات الصحي اللي غندير ليه فرنش بوكس، ونتظر منه انه مني غادي نبدل فيها مجهود ويديها معاه غياكلها. صعيب بزاف. نعم. اذا الافضل هو نحاولوا انهم يبداو ياكلها في المنزل، يعني في المنزل يتعرف عليها، يعرف شنو هي هذيك الماكله اصلا. نعم. واحد يبدا يديها. مثلا نعطيو مثال ديال وجبه، يقدر مثلا الام دير شويه ديال الرز كما قلت لك مع خضيره، دير لي خويتك ودير مثلا طماطم مطيشه هكا تغيز تكون حتى هي، ودير ليه شويه ديال مثلا فرماج لي مونطال مثلا، لانه تيكون مذاقه شويه محايد تيكون نعم بابلح. فمثلا هذه وجبه صحيه. نقدر مثلا عاوتاني نعطيه دي لي خويتك
ولي في خبيزتك كل نهار ندير ليه نوع ديال اللي في خبيزتك ونكون متاكده انه ما عندوش حساسيه من اللي في خبيزتك يعني نعطيها له بكميه ونعطيه مثلا يدي كفيته كويوره طيبه مزيان مع يدي عاوتاني خطيره معه ضروري ضروري من الالياف ضروري نعم ضروري فوالا ويدي معاه ايضا القطع ديال الفواكه ولا فاكهة يدي فاكهة أحسن اللي يأكلها أحسن ما تكون مقطعة. هو اللي بغينا نركزوا عليه أسماء هو نركزوا على واحد المسألة يعني بقدر ما هو مهم أن الأم تحاول تنوع يعني الفكرة هي أن في كل يوم يكون واحد تكون واحد النسبة ديال الألياف ديال النشويات يعني بغض النظر على شنو هي الوجبة يعني تحاول الأم دائما تحط هذا التوازن هذا ديال الألياف يعني الأشياء اللي ممكن الأم ديرها كوجبة ولكن تكون النسب معقولة ومتوازنة خلال الأسبوع هذا هو الهدف يعني من هذا الموضوع نعم أكيد أكيد التوازن الغذائي عنده خلال الأسبوع وخلال اليوم خاص كل وجبة يكون فيها شيء ديال البروتين ديال مصدر الألياف مصدر ديال الكربوهيدرات يكون هذا الشيء على طول الأسبوع طول اليوم غير بالنسبة للأطفال اللي ما عندهمش مشكل وكي يأكلوا راه مسألة ممتازة جدا بالنسبة لهم يعني راه يأكلوا بكل أريحية ما عندهم حتى شيء مشكل راه المشكل كي تطرح مني كان تحف هذوك الأطفال اللي ما تبغوش يأكلوا اللي صافي هو ولا باغي غير لي برغر وباغي وحتى برغر تقدر دير له برغر ممكن برغر وتكون كفيتة طبيعية ودير خضيرة ودير الخبز الكامل باش تصنع هذاك البرغر تعطيه له مع فرماج أفغي يعني فرماج حقيقي ديال الفغي فرماج ماشي لانالوغ ولا شبيه ولا بديل الجبن ودير له ودير ليه معاه خضيرة ايتو فغيكون حتى هو خيار لي مزيان غادي نقدروا غير هو حنا ما نحاولوش نقلدوا الوجبات ديال الزنقة ديال المطاعم بنفس طريقة يعني مثلا غندير ليه تاكوس في الدار غنمشي نقلب على لي صوص ونشريهم ونديرهم ليه انا لا هنا ما ربحنا حتى شي حاجه راه الطفل ماشي غير مهم انه ياكل مهم ايضا انه ياكل شي حاجه مزيانه يعني علاش انا غادي نجي صافي عرفوا كياكل تاكوس ايوا هذاك تاكوس انا غادي نديرو له في الدار واخا ناخذ داك العيش اللي كامل وناخذ بطاطا بلاصه ما نقليها غادي نشريها واخا وداك لي صوص ندير لاصوص مايونيز كاين صلصات اللي ممكن تحضريهم في المنزل اللي تيكون اللي كتكون بالجبن مثلا عوض مثلا ما تشري صلصه بالجبن وغير لاصوص مايونيز راه غادي تقد الغرض هي بنفسها ونزيد ليها شويه ديال الاعشاب نزيد ليها شويه من هذا نسمها فكتكون جيده اذا ما نمشيوش بحال ديك الفكره اللي كنلقاو مثلا عند بعض صانعات المحتوى في التغذيه كتقول لك اعملي له تاكوس منزلي وكديروا بحال اللي كديروا في الزنقه شنو ربحنا حنايا دابا ربحنا حتى حاجه والو يعني تاكوس اللي في الزنقه انت عطيتيه له في الدار هو كله ماشي زوين وعمر بالدهون الغير صحيه ايتو فالافضل مني نبغيو نقلدوا الوجبات ديال الشارع نقلدوها بطريقه صحيه وما ننساوش مثلا حتى في مره غادي نعطيو بحال هذا الشيء مره غنعطيو عديسه اللوبيا القطاني نحتاج شيء القطاني مهمه ومهم اننا ندخلوها في النظام الغذائي ديال الاطفال منذ سن يعني مبكره تماما متواصله ندخلوا لهاد النوعيه ديال التغذيه للاطفال لان كل ما علاش ما ولفناهم علاش ما الطفل كيتعود بطبيعه الحال ثم كاين اللي غي دابا من الامهات اللي كيسمعونا يقول لك الطفل تيرفض غير واحد المساله الطفل الا رفض النوب الاولى النوب الثانيه الاسبوع الاول الشهر الاول
الاول الشهر الثاني راه غيجي واحد الوقيته غادي 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 يتقبل وغيقبل يعني داكشي اللي قدامه. فغير يكون واحد شويه ديال الصبر شويه ديال المثابره. وثم واحد النقطه مهمه بغيت نطرق لها اسماء هي الطريقه. كنظن الطريقه كتبقى مهمه جدا ديال التقديم. كاين بزاف ديال الطرق اللي ممكن الام تلعب عليها وتكون مثيره الا بغينا نقولوا بهذا المعنى للطفل. نعم، هي طريقة التقديم وتوقيت التقديم مهم وتكرار عمليات التقديم. الطفل راك ماشي من أول مرة كيبغي ياكل، خصك تعطيه وتعاود تعطيه وتعاود تعطيه. إل فا فيني باغ أكسبتي، يعني في الأخير غادي 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 ياكل. وهذا الشيء راه تيطلب مجهود ومجهود كبير من عند الأم والأب أيضا. وكما قلتي طريقة التقديم أيضا كتكون مهم أن نراعيها. وأيضا نرى الأطفال باش غادي ياكلوا راه خاص يشوف أن مثلا هذاك المكونات ديال لانشبوك اللي غادي هو راه هما غياكلوها. تيقول لك زوقت بيع أسماء زوقت بيع بشكل ويشوف يشوف المثال ديالو الأم والأب ديالو فهما تياكلوا تقريبا بنفس الطريقة. يعني تا هما تياكلوا هذاك الشيء اللي صحي وهذاك الشيء اللي مزيان، فهذا الشيء غادي يشجعو أكثر على أنه ياكل هذوك المكونات ديال الأكل اللي كيدي. نعم، بقى سؤال أخير بالنسبة للعصائر. كاين الأمهات اللي تيقولوا بأن عصائر شوية كتكون صعيبة باش أن الطفل يديها، ربما لأن كيتم التأكسد ديالها، فنقدروا نركزوا على واحد النوعية ديال العصائر أسماء عوض ما نديروا مثلا عصير ديال الحليب مع التفاح نتعرفوا تيتأكسد أو التفاح مع البنان، فنركزوا على العصائر اللي ربما بالليمون كنظن ما غتكونش فيها إشكال. وهو للحليب انت عارفاني ان ماشي انا دابا العلم والابحاث هضروا على ان العصائر ماشي شي حاجه اللي فعلا صحيه واللي نصحوا بها واللي نعطيوها. انا بالنسبه لي العصير هو مشروب للترفيه وقال لي نشربوا فين وفين. اذا الحاجه اللي غيدي معاه الطفل يقدر يدي معاه الماء، يقدر يدي معاه مثلا ياغورت على فرض. لان كاينين اسماء الاباء اللي تيقول لك نحيد ليه المشروبات الغازيه وكيديروا البدائل هي العصائر، ولكن العصير بيدو راه فيه اشكال. داكشي علاش انا طرحت هذه النقطه. اكزاكت تماما، عندك الحق، لان تنقاو هذه كارثه. الاطفال الصغار كيشربوا مشروبات غازيه وماشي طبيعيه نهائيا. فعلا ملي كنحطوا قبالتها العصير طبيعي تنقولوا راه هادشي اقل ضرر، ولكن الضرر كيبقى مازال كاين. فالاحسن والافضل لنا هو اننا نعودوه على شرب مشروبات طبيعيه واللي احسنها الماء، او لا مثلا كاين ياو طابواغ اللي كيكون بدون سكر. كيكون مشتوت نقدروا نستموه ليه بقطع ديال الفواكه يديه معاه. فتكون هذا احسن خيار باش انه ياكل. كاين ايضا بعض المشروبات بحال دابا حنا اللبن كنشربو حنايا غير مع الكسكسو غير العاده، ودائما ناخدو حتى مع يعني ندير فيه مع هذا الوجبات الاخرى من غير كسكسو. يمكن لي الا كنتقبلوا لي الطفل انه يشرب اللبن ويدوز به، علاش لا ما نعطيهش لي حتى هو يدي؟ كتبقى هذه المشروبات الاكثر امانا واللي ممكن بها بالنسبه للاطفال. هاد الوليد ولا البنيه اللي غيديو اللبن ويشربوه غيكون مرضي. غيكون مرضي. غيكون مرضي هذا. كتسمع كتقول اي هاي. تماما. فشوفي راه الا ولا حنا بيدنا راه الا ولفتي له العصير راه كيولي صعيب عليك انه يتقبلك شي حاجه اخرى. صح. اذا الاطفال اللي مازالش طور يعني اننا كنوعوا لهم الغذاء وكنعرفوهم على الغذاء، نحاولوا اننا نعرفوهم على هاد الاغذيه من الاول باش ما نلقاوش مشكل. نعم. ونشرحوا لهم يعني لا انتهي ولا الأهمية ديال كل حاجة كنقدموها لهم. نعم، وكنتمناو حتى حنا نكونوا قدمنا الإفادة لكل الأمهات خصوصا. شكرا جزيلا لك أسماء زريول. تلقاوك إن شاء الله غدا بحول الله على نفس التوقيت 9:59 دقيقة بعد موجز الأخبار. مستمعينا لنا لقاء مع الأخصائي النفسي والمعالج العصبي نبيل قدار. غنتكلموا اليوم على أضرار التعرض للشاشات وما قد ينتج عنه من اضطرابات سلوكية ومعرفية عند الطفل.